السعودية تعفي هذه الفئات الجديدة من الوافدين المغتربين ومنحهم الإقامة الدائمة. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الوافدين المعفيين من رسوم الإقامة. شمل قرار العفو من رسوم تجديد الإقامة عددا من الفئات من الوافدين وهم كالتالي: العسكريين المتدربين في المنشآت الأمنية في المملكة، زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات، المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية، موظفي السفارات ومن يحمل جواز سفر دبلوماسي، خدم المنازل، العمالة الزراعية، الرعاة والسائق تحت كفالة فردية، المقيمين بالتبعية من زوجات وأبناء المحارم. رسوم تجديد الإقامة للعامل المنزلي 600 ريال، العامل الوافد 1000 ريال، المرافقين والتابعين للوافد 2000 ريال. الفئات المعفاة من رسوم تنمية الموارد البشرية. شروط تجديد الإقامة للوافدين: جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر، تواجد المقيم في المملكة، تسجيل الأفراد في جواز المستفيد المحدد، التأكد من امتلاك كل فرد جوازا خاصا به، دفع رسوم التجديد المقررة، تسديد المخالفات المرورية إن وجدت، ألا يكون على المقيم بلغ هروب أو تغيب عن العمل. قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، ثم التوجه إلى خدمات أفراد الأسرة، النقر على تجديد الإقامة، قم بتحديد الأفراد الذين سيتم تجديد إقامتهم، الضغط على سداد الرسوم إلكترونياً، إدخال بيانات البطاقة الائتمانية، الضغط على الدفع، الصرافات الآلية لدفع رسوم تجديد الإقامة، تحديد سداد تجديد إقامة، إدخال البطاقة البنكية، الضغط على المدفوعات الحكومية، كتابة رمز المرور. خطوات دفع رسوم تجديد الإقامة: التوجه إلى أقرب صراف آلي تابع للعميل، دفع القيمة المطلوبة في الشاشة واستلام إيصال الدفع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.